يعد الذهب البحريني من أفضل الخيارات لعشاق الذهب على مستوى العالم، وانطلاقا من هذه الأهمية احتضن معرض الجواهر العربية بين أروقته تصاميم بحرينية متميزة صاغتها أياد بحرينية متخصصة في تصميم وصياغة الذهب البحريني. هذه التصاميم المتميزة التي يقدمها المعرض تعد من أفضل القطع والمشغولات الذهبية، خصوصا وأنها تتميز بتصاميمها التراثية ممزوجة بالطابع الحديث. تصاميم لافتة وإبداع وتألق جمعت بين وهج الذهب وبريق الألماس ليزيدها تألقا اللؤلؤ البحريني الطبيعي. فالمشغولات الذهبية المصنوعة من الذهب الأصفر لفتت أنظار الزوار بروعتها وجمالها الأخاذ، والذي عاد بهم إلى ذلك الزمن الجميل من خلال التصاميم والنقوش التي ساقها الشباب البحريني الذي جمع بين الحداثة والتراث الشعبي فيها. هذا المعرض يعني جذب زبائن كبيرة وهائلة، وأسس لنا قاعدة قوية من الزبائن بما أننا شاركنا أول مرة في هذا المعرض الصراحة. إنزين، والمعروف يعني الخليج يحبون الذهب البحريني بمصوغاته، لأنه معروفة من كراسي جابر، المرتعشة، الشميلات، هذه كلها الأمور متعارفة فيها. معرض الجواهر العربية تأسس تقريبا من 1992، وكان جدا إقبال قوي عليه على مستوى الخليج العربي بل بالشرق الأوسط كامل. طبعا يمتاز المعرض الجواهر العربية بكثر الأصناف الموجودة، تكلمين حوالي فوق أكثر من 800 أو 900 صنف من الأحجار الكريمة واللؤلؤ. ويمتاز اللي هو المعرض البحريني أو الجواهر البحرينية لنقاوة الذهب فيها، والخليجيين بشكل عام يحبونها بشكل كبير. روائع وقطع لافتة تفنن في تصميمها شباب بحريني لينفرد معرض الجواهر العربية في عرضها لزواره، والتي غلب عليها بريق اللؤلؤ البحريني، حيث تم دمجه بالذهب الأصفر ليشكل لنا تحفة خالدة تناسب مختلف الأعمار. فالذهب البحريني يعد الخيار الأفضل على مستوى العالم لما يتميز به من نقاوة ودقة في الصياغة. آخر 5 سنوات بالذات كثير من الشباب البحريني توجهوا للذهب الأصفر. ليش توجهوا للذهب الأصفر؟ لأن الناس قامت تقبل على الذهب الأصفر، تغيرت الثقافة، صارت الناس تحب الشغلة لما تفقد قيمتها. وإحنا قاعد نحاول قد ما نقدر في هالفترة، باعتبار أن خلاص السنوات قاعدة تتلاحقنا، أن نطلع تصاميم جديدة تناسب ذوق الناس، نحاول نمزجها باللولو مثلا، يعني نحاول نحافظ على التصاميم التراثية. طبعا يعني اللولو الطبيعي معروف في يعني في البحرين، فهنا دائما هنا يعني ندور يعني ديزاينات التراثية وندخلها مع اللولو الطبيعي، فتكتمل الصورة كاملة ويكون تراث. يعني نسوي مصوغات نادرة ومثل ما يقولون خاصة حق يعني حق المحل. وفي هذه النسخة كان للشباب البحريني حضور لافت، خصوصا وإن كافة التصاميم التي تم إطلاقها خلال معرض الجواهر العربية لفتت أنظار عشاق الذهب الأصفر من داخل البحرين وخارجها، وهذا ما يؤكد على أن المصوغات البحرينية تتمتع بسمعة عالمية وأهمية خاصة اكتسبت من خلالها القدرة على منافسة العلامات التجارية العالمية المشاركة في الحدث الأضخم على مستوى الشرق الأوسط. تصاميم مبتكرة يغلب عليها الطابع التراثي البحريني قام بتصميمها شباب بحريني ليساهم في نشر الموروث الشعبي بأسلوب حديث ومتميز، ليقدمها من خلال معرض الجواهر العربية فيبرز دقة وروعة الذهب البحريني المصنع بحرفية عالية ومبهرة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.